أن محمد رسول الله أشهد أن عليه ولي الله أشهد أن عليه الله حي للصلاة وحي للصلاة حي للفلاة وحي للفلاة حي لا خير الأمل حي لا خير الأمل قدام الصلاة قدام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر واستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر بحول الله. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم انت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الشعر نزلته وكرمته وشرفته وفضلته ولا الشهود وهو الشعر الذي فرست صيامه عليه وهو شعر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جعلت فيه ليله القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رحمتي من النار فيمن تمن عليه وادخل الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بهج زهرا وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم أدخل الأهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشف كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض سيما مريض المخصوص ومريضة المخصوصه. اللهم عجل لوليك الفرج. اقض حوائج وحوائج المؤمنين سيما ملتمسين ومؤمنين الحاضرين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي نبي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمر حي على خير الأمر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر واستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسبیح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم انت رب العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شان عظمته وكرمته وشرفته وفضلته للشهود وهو الشهر الذي فرست صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت في ليلة القدر وجعلت خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رغبة من النار في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد الهي محمد وال محمد عزت اسمت دارت واسطا سب جہادری قبول فرما دعائی مستجاب فرما خانے کے بے نیاز آباد ساتھ تو محفوظ فرما مشکلات تو نجات عطا فرما گھر آج خیر و برکت نصیب فرما دلی دعائیں قبول و مستجاب فرما برادر محترم ریاض حسین صاحب دائے تمام مجلس و عبادت قبول فرما انہاں دے گھر خیر و برکت فرما انہاں دی اولاداں سلامتی عطا فرما انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما حاضر دے مرحومین دی مغفرت فرما میرا اللہ ملت جعفریہ خیر البریہ نو عزت و عظمت دی اضافہ فرما آل محمد دی اطاعت پیروی دی توفیق عطا فرما دین مبین دے خلاف سازش ناکام فرما ملک پاکستان و استحکام سلامتی امن اور اچھے حکمران نصیب فرما میرے پاک امام علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما دے حق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام الله على محمد يا رسول الله
السلام عليكم نبي الله السلام عليكم رسول الله السلام عليكم حجة الله السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعاد الرسالة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله حسين المظلوم السلام عليك يا السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك وعلى أحبابك وأصحابك وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا رب الفقراء السلام عليك يا أيها المسلم الله وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الأسرة والإمام السلام عليكم امام السجان السلام عليكم شيخ القران السلام عليكم يا امام السجان اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك السلام عليكم يا صادق ومواري ورحمه الله وبركاته بوالے بلند سلوا سیدہ بلند سلوا اسفل بالکل چھوڑ دینا بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مومنین وقفہ نماز تو بعد مجلس آزاد سید شہداء مظلوم کربلا آغاز ہو چکا ہے زینت ممبر خطیب آل محمد خطیب ولایت امیر المومنین جناب مولانا علامہ حضرت عباس شرازی صاحب فوراً بعد ذاکر بیت جناب زوار سیم رضا نوت کی فوراً بعد یادگار اسلام ذاکر بیت جناب زوار ملک زینب عباس جنڈیر جناب مولانا چودھری آزاد حسین گجر انہوں فوراً بعد سید زاکری زوار سید محمد حسین شاہ سے آپ بنگلہ یاسمین اور آخر تے زاکر بیت زوار ملک امیر حسین جعفری آپ سرگودا انشاءاللہ وہ خطاب کرسن تو زینت ممبر ہیں خطیب آل محمد خطیب ولایت امیر المومنین عزت امام والی مت و جناب علامہ حضر عباس شرازی صاحب چار اپریل سلانہ مجلس سے عذاب امام برگا چاہ مہارا والت منقد ہو رہی ہے زر انتظام مار زوار وزن فرب عباس مہار مار فضل عباس مہار خطاب کرسن سرکار علامہ آغا سید علی حسین کمی آب بکر سید مشتاق حسین بخاری جھنگ سید علی رضا شاہ صاحب داؤد کھیل زوار سید محمد حسین شاہ صاحب آپ بنگلہ یاسمین ملک عمران رضا جڑیر جناب سید جلی صدر کاظمی رضوان در خان قیامت ذاکر بیت ملک زین عباس جڑیر ملک نیاز عباس جویا جناب سیم رضا نوت کی ذاکر بیت جناب غلام عباس پلوچ آپ بکر آغا سید محمد علی گردیزی جناب آغا سید محمد رضا رضوی زوار نصرت عباس چانی و سید عمر عباس ربانی زوار مار علی رکھ حیدری انہوں تلاوہ دیگر علماء و ذاکرین اس مجلس سے اذان اختا کرسن شریک پرساؤں کے ثواب ادن حاصل کرے زینت ممبرن خطیب آل محمد جناب علامہ عزر عباس شرازی بر محمد وال محمد بلندر صلوات بسم اللہ خیر سلامتی ہوئے بچڑا حیاتی ہو انشاءاللہ جی ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ